ان مدحوني كحيان كوري سومالان احمد يوسف ياسين ان اوغورين تلفيشا كبول شو ان واك هاغا مهدو علنيا ان وريسغان ان مدحوني سيد الكبر هيسيد ان سومالان واحا كتري حالات السياسيين وكواتن ان ان عدور شو ان كهود الحياة حسبي دي معارك اللي حسبي قتل يدل كاية كلمية ان برهدو اوغورين سيد واركتا حالات السياسيين سومالان كتري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. أثم هذه لهي بالله لما ما كنتوا حندوني يا تقولي بأنا قب بريها ونسوس كأعم صني وحنا أعم صني أنا مك عدل بحر الشيء ونك كأعم صني لكن بروح حندوني يرتب ال أنا كده هذا إلا صدح في الغضب حالك ودن كا يهلك مرأي يحصل مرأي كل بقى دور جهو وحنا نضم من حلق غضب مثلا الشعب كسماء الآن حلق غضب أنا أرندونا بدحنا حلق غضب أنا أرندونا حسبي هذا وحنا نضل حلق غضب قلت هذا حلق غضب قديد وشكل حنا نضل هذا حلق غضب أنا أرندونا لكن وحنا دوني يا أنت أنا غضب هذا أنا أرن برضه أنا نقول مرو حالات ده ودن كا سدوا حا مركي مركي دستور كا لعب قالي 1997 وطبعا كنت أقول وكيل هذا يلا ما أنت برا أنت مراحل وصام برا إيو حركة وحكة سيهين ما دام ديا أنت سوي شوي وحمهي ما تمك ورأينا ذاتك شعبك أن تصو بالحقيقة ضبطها وحن حركة صرت كقرن تي يرجع سكب الدلين وضدك أنا نقول دمير لا رأى دوت بقى وحفهمان مثلا هذا كان كيما ضو شركة بوري ما يحضر أيوه يو شركي كهر يبرع يو أن كسر له هذا أن كبل أبو شركي صد هذا كان عهر جيسا 1997 وحال سكاني دستوركي الاسكو هاي وقتها مدحون عقال الله وكان خبير في السودان جا قال هي وكيل دون أي جناء مد سامين ترى صار السكان الله سكوا جرا وحال جد دستوركو بالجارة وقت كان عقال الله حال سيم ودك الله دار هذا حالي صدح سنوات صور كاسو واكو ميلجار حلقة اللي قد صور رسمية صور كاسو حصان من مراحل عدك وان حول يرين وحا لعبي ان عيال لقو ايدي مركاس انو امر فبين انو دورشين قبطو فيا عيالو حصور لقاي صد الا شان حير بصور لقاي شان تحلو حيك لها يعني حيركي كابس دستوركا يا حيركي دورشوين كادية هاي مدحتوي هادية تي وكيلو هادية تي جوجل هادية تي هالديان يا حير كان يا حير فودين اما انت لقم رسمي هاي اي صور دقي واتي بشكل بدل ما دعاي ضد بدل ما ان دوني وقت كاس ان دوني ان لك ان لو جورو حسبي لو جورو او حب حب كيماتي دين بيرا لو سيشرو لكن برجا ميتشن حسبيو iyo aan qolo kala fadhiya saasad lagu marmariyay aan wixii la oran jiray in kastoo ciyaal markaa day lagu qaaday bisha lagu qaaday lagu waayay oo mar rabay inaan ku saddex dhaco lagu waxaan doonayaa sabayaan dul xaasado wixii ma garanayaan saa muhiimka ah distoorki waxa markaa intaas waxa markaa la keenay baa la yootay distoorka inuu kaabno waa la kaabay waa loo codeeyay garan saa waqtiga loo codeeyay waa 2001 سبتمبر بلوغ ذي أو الأمير ملي دلنا هو حكوح يجي هكذا هو حكى ليج ما يجي قاب كي دور شوين يا دستور كو كليج ما يجي حكوا كل جاي صدق حسب قرن إلا سمايو لكن صدق هذي حسب قرن حم حال الله مريا حق الله مريا شهد الله مريا سيد الله سمايني واحد يوم كسر دوا دو حرف دين مركز على أبوه هو حرف كوبن وادي هذا كوبن بها وأنا كابنا أنا كابنا تتوغضب حركة سوح سو ساري يقول صدح الحس بغرب سو ساري حركة سنة لقوح رأي حركة سنة لقوح رأي ومثلا هذا صاقة تو وعصاب حي مثلا يقعد يو كل بي يو يغضب وحلا زي شهادوي رسمية وأنا داعم بقى وأنا داعم بقى ويمكن كان كوه يابا شهادوي رسمية هو أنا داعم أو وطبعا كان شهادة دي وانا اضب وقت كاس لسيي
سد هذا حرفودي ما تسحر ماي حرفودي زيرو وان مركل شيء بالبحية شهادة كرس بيا يعني داعين اللي بحية 2002 ديسمبر 24 أي الحرا سد هذا حسبي أي ترتين شيء كلاي ممكن عيال وكيد جي سقو وقريودي داير يلا يمي أنا وان يمي وكسو وكسو بحاجة كلي وكيل هذا هل كان مركل مرة يسوع يلا قبتي deegaanadii ay soo baxeen saddexda xisbi waxa loo guurayay in la qabto doorashadii wakiilada halka wax ka dhacay wakiilada wax ka dhacay isqabsi iyo saami qaybsi la isku qabsaday saami qaybsi kaas ma xaalid dib u noqon dhigo oo marka qoladan kulmiyeena way degdegay waxa la hayeen keenta baxtooyada tii baxtooyada laga jeeyay tii la galay waa tii uu soo baxday waxa ku xigay 2005 kii in la sameeyay doorashadii golaha wakiilada doorashada golaha wakiiladu waa halkii mihnada u badalay ka bilaabatay markii lagu kala baxay udub waxa heshay territory ba heshay xafalaya 20 year buu helay kulmi iyo 20 waxa helay waxa helay udub ba heshay waa tii labadii xisbi mucaarid ay isbahaysteen halka waxa ka dhacay mushkilad waa tii isku qabsaday guurta soo dhex gashay arrinkaas dabadeedna waa tii arrinkii guurta loo dhiibay guurtu baan taaba saddexdii waxa siisay gudoomiyihii waxa siisay cudbay siisay oo macaasi mucarada labadii kale waxa siisay kulmiye halka udub iska qalacday wala la shaqeeyay waxa lagu dadaalay hadaba in doorashooyinkii dambe 2008 kii loo diyaagarow waxa la sameeyay diiwaangelin baa la sameeyay diiwaangelin ayaa la sameeyay diiwaangelinta waxa dhacday markaa inuu dhacay qaraxyadii ay dhaceen October 2008 29 ay dhacday qaraxii waxbaxtooyada tii safarada xabashida iyo UNDP ba halkaan ay ka baxaan nimankii hindida ahaa ee haya serverka ee ku diiwaangelinta umada diiwaangelinayay ee waxaan siisa ka baxayeen wadad kale ka baxeen halka khilaafyo badan baa ka yimi oo adag dadna waxay noqotay kubiyi soo jeediyay in la bedelo kubishkii la bedelo diiwaangelintii meeshood ka baxday oo way baabaday inkastoo effort badan la geliyay way baabaday waxa soo haray dabadeed in la yiraahdo maxaa xala waqtiga halkii maxtooyada waxaan soo keenay mucaaradkii oo dhan waqtiga waxaan kabsan lahay kulmiye gudoomiyihii ka xisbiga kulmiye maxamed sinaayo waa fadhiyey maxamed kaan waa fadhiyey madaxweyne maanta maxamed sinaayo waa fadhiyey xuseen cabdi ciidin waa fadhiyey xuseen axmed ciidin sama waa fadhiyey oo isna gariiqaar u ahaa halka waxaan fadhiyeynaa laba wiik wadwaalkaas xal baa la gaaray in kubishkiina la bedelo doorashadiina la qabto marka waxaa la yahay udub waxba la kordhiyey maxay kordhiyey maalinta maxay kordhiyeyn guurtu waa su'aalaha meesha yaalla guurtu waxay tidhi waxaan kordhinay intay doorasha dhacaysa ayuunbaa tii kursiyadu inta doorasho dhacayso oo ka xikii waxa la wareegay guddadaadii waxa la wareegay kubishkii cusba la wareegay kubishkii cusba ayaa la wareegay waxa uga socdaa marka intaas uu dhacday adigu udub waa tii 2010 kii la reebay waa tii laga qaaday oo kubi xikii wareejiyay si hufan u wareejiyay waxa uga soo socdaa oo yahay dulucdeedu waxay tahay maanta waxa taagan ka bilaabmay waxay ka bilaabmeen dabcan waxa iskaashaday markaa labadii xisbi mucaarid iyo golihii wakiiladu aqlabadii leh oo ka ahaa agenska ahaa udub waqtigaas oo isku mid ahaa waa intan maanta ishaashta weeye Soomaaliland waxay sheegayaan maanta intan ishaashataa waa intii beriga u midoobay haday tahay golo wakiilo oo aqlabadii ahayd iyo haday tahay labadii xisbi mucaarid oo iswata waxay waxay u midoobeen udub ay u midoobeen waa kuwan maanta iyagii madax iskula jira waaye maxaa dhacay dabcan gudoomiye ciro waqtigaas de gudoomiye waqti dheer buu ay fadhiyey isagoo gudoomiye aan wakiil xisbi loo sameeyey yaa sameeyey kulmiye sameeyey kulmiye maanta ay haystaan shicibow waxa sameeyey kulmiye sameeyey dabadeedna waxaa in xusbi loo sameeyo
المقدومي عرو عبد الرحمن صاحبك عبد الله عبد الرحمن عبد الله محمد ينحوس ينحوس الله سمي ايات من المحل اللي يلي سير الله سمي ايا وحلا صوت شفاي حير فوديكي سبع نوح العاصي ايات صوت شفاي هكا ضوض بضم بكتمي ضوض بضم 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 بكتمي وحنا هاي المستقبل كا صد حسبين الحوغيستان اي تيران و طبعا مركا هادو تلا فرو دستوركا مشرح مدح بنان لسميو الحقوا قرو نبن كبودي يعني وحنا نخرج شباب اين نقل اي مستقبلك وصدح حسبنا اي لغه صدح اسبوع عريقه كلها وكذا سميان شرعي ادق او حسب قديس لو تسمي كرو وانا حسب انا قف يلان كارين هذا واحد سو جي هذا واحد اكسن كبلاوي مالينتا حير 2011 با لا ابقاله 2011 ايا لا ابقاله يا ابقاله حكومه دي كلميه مركز انت كرويتي دي احكي لنا غيرتي ايو عرو ايو قلبه دي غلها وكيله بد بنت بنت فديده با ابقاله حير 2011 ايا ابقاله سي اوردي دب لوغه فرو مخي سميين غان مدحوين مكها صوب حي أحمد سيلانيو قد يبو قدر يدبد أوردن ويوحا سمعني سانسيس بس دوتك إنو قولي هين صدو نقف أنا وحا قارين با يا قولي دكسو وريجي وحا لي والو قولي هاي وحا لي حالة فرو دوت بضن يدقال بضن وقتها وحا نقابا وعو دقال بضن ميجلين با عيد دقال ما يسيا كاي سوى ستاكتي وضو باهد وإذا لو سعودين لكن ما أنت سيدو فيسول دقال ما أنت هاس تيمو دقال مين رضا رضا في عاني أدو بنتا يسول أساك تاج لها أضب وحقيقة بعدي أنا أنا فريم بالله لقى يا كان لهيت صار ما تود قال ما يجي أدو حير كيو على سمية وحلي هذا حير 2000 إلي من بالي هذا يا دقة قليلي وحدقة قليلي أحمد محمد زيلاني يا صو أن إنش تقريي وما أنت أنا هل كافر لي أدو حوي في حسن روح في اللي بعتوه في اللي وحنا بروس جري وحسي عبد الحمد محمد عبد الله الرؤيا حير كان ما أنت الله جمر ماي اللي لي هاي ورضي ياري شرين أو كوقع حي ثمان سنوات تاني جالس إن لفره ورضا بحوي سيانو حسب بقى القانون حسب الشراء وسادة مريم كله oo jisra boqol sanood oo toban sanood baqaar la sii daayo ay toban sanood waxa ma toban sanood mid kale kale deegaan baa lagu furayaa deegaanka waqtigiisa waa deegaanka waqtigiisa waa shan sanood weeye deegaanka waqtigiisa waa shan sano oo kaliya halka ruuxu waa toban sanood marka ruuxu soo hadli jawaab waxa way isdhaafayaan waxa way isdhaafayaan marka saas horta xeerkan lagu curiyay 2011 dabcan 2022 waxa filay kii la sameeyay oo tii la joojiyay ma xukumada joojisay waxaan uga socdaa waxaan uga socdaa shicibow intan iminka ay haysata horta dhixda yaa dhigay cadaawad cadaawad yaa dhigay waa ku shalay xaggan heshiiyey maanta la dadan umba isku qabteen maanta waqtiga aan ka dhex galo in axmed in waqtigiini marka xukumadii wadu baad xabeen ahaadeen labada xisb mucaarada ee wadan ee kulmiye iyo in uid ma jirtay xaaladan oo kale mar ay inay doorashadii ururada ay mar mucaaradku ku aan duceeyay in la soo rasiyo doorashada urur ee madaxtooyada la soo rasiyo doorashada dib loo dhigo ma jirtay wajitaa waqtiga aan deeshiinaynay dabcan waxa kaga socda leeyahay madaxweyne muuse kelmadda urur dowladda kamid tahay waxaan isku keenay madaxtooyada aan fadhin laba week agaasa mandi lagu qalayay waxa hadday waajib ku yahay soo rasiyo tan deegaanka iyagu ma dooni wax dooniya soo rasiyo inta madaxtooyada ay saarin awooda waxaan ka mid tahay heshiisyadii in doorasho la galo oo wada kale la qaboojiyo haddaba maanta mid baan u socdaa anigu tan u socdaa waxa weeye wada shicibo kuwan is haysta ee arrinkii beeleeyey wala beeleeyey waa kuwii shalay heshiiska ahaa waa kuwii shalay isu sameeyey xisbiyada iyadoo marka cid loo jeedo waxa weeye wixii aad samaysay unbaadana maantana meesha yaalla wixii aad samaysay amba ha qadhaadhaado أما هو وناكسن هذا وحي أضمان أنت هاد سبع سنين أمبا مثل المسك يالا هذا بقى أمصر نقض شعر كبير ما أرونا شعر كبير ما أرونا نيمان ذكرين سحيستا
horta kursun ba anaga shalay kursi ba naga qaaday naga qaaday maanta colaad uma qabno kuwa ishayni maanta colaad oo kursigan uma daalay kursigan uma daalay nin walba aan maanu hayaa maal buu ka tagaya ashiicku waxaan leeyahay yaan laydin gelinin durmaan beena cid kursi doonaysa yaan iyo durmaan idun tumin dubu noqo yaa jabay edeed maanta inankii edeed dhashay maanta waa teedhitu haadir muu hayn markii hargeysa ay shan boqol oo madfacsaa ugu daadinaya diyaaradu ay garaacayeen ee ninkaa la aasa oo haani casiisa oo cid aastay hadee kii kale ayada cuntay bisadaha cunay shan boqol oo madfac baa saa hubinayay soo baxday ka dhac guri waa loo diiday taagan waa loo diiday kawaad ka soo waad keeni gudaheenna yaa isdilay qaar leeyihiin waxay noqon doontaa 94 ka noqon doontaa waxay isdilay inay abtigii waxay isdilay seediyo soodagii waxay isdilay laba habar wadaaga isdilay waxa la sifal waro waa kugu xunba waa kugu xun qaar ka soo raadin fa soo qaaday wadagaalada wuxuu ugu xunay markay isdilaan family imka de gurigeyga waxa jooki absaga ahaa waxa jooki aan mustaga hayn waxa joo waxa soo badalay sifal ka isdilay hada inimada la maqlay 94 ba waxa soo dhaceen oo waxa isdilay waa qoyskii hada waxaan la shicibka yaan dirimaan beena la yutumin marka beri qolin ku sifuulo ku sifuulo waa saxiib ku barna waa manna maanta ku soo haya beena saxiib aan maanta aan nagu Cabdiraxmaan Ciire iyo Muuse saxiib aan sanaw ku deen isbeed galiyan ay mashal ka qaaday dadka hadda ku sigiil u bada lahayd oo ka degin iyaga fadhiya maanta iyaga saxiya berina iyagu badan oo heshiis doon shaco taas waa mid oo tamid waxaan leeyahay shicibka taas wax weeyay waliba dhalinyadu maanta ninkii la shay 88 wixii day ay akhra qabtay qabtay islaantii uu ka soo dhacday ka soo dhac intii soo hadhay maanta waa kuwan de wadankii haysta hota wadanka idinku yaan wadanka idinka burburin haduu maanta haduu gacanta ka baxana guri walba qoriba yaalla wali hubkii iska bayna ururin meel walba dhagax baa yaalla meelba jilin baa yaalla waana inay lagu dhex jiraa adeega shaco waana inay lagu dhex jiraa gacmo kale oo dibadda lagu dhex jiraa haddii tii qaar xajira iyo haddii tahay kuwii koonfurba waxay ku leeyihiin dad bay ku leeyihiin gudaheen oo dabku way horinayaan waxa weeyeen loo bilaabo un beriga samayn jiray mudaharaadka iyo rabishka ayaa sirdoonka wuxuu loo keenay in la doonayo in la dilo hoggaamiyaha mucaaradka si arrinku uu faraw ka baxo su-aalinku faraha uga baxo oo waxyaabihii lagu xarunka badnaa ee loo dadejiyey in degdeg loo heshiiyo marka xogta waa lagu hoos jiraaye yaan innagu aynan u istaarin taas waa taa waayo madaxweynid baan leahay madaxweyne Muuse Bihi waxaa soo martay jabhad waxaa soo martay mucaarid adag waxaa soo martay maanta bad adiga madaxweyne ah waddankaasu shar iyo khayr buu yeesho adun baa leh waad noqotaa hayin awr gurgura waad noqotaa tabtii aynu ku dhammaynay ee aan bixteeda ku yeelnay aanu fadhinay labada wiige halkaa cid aan inoo dhexayn samee oo arrinka cagaha u dhig oo noqo awr gurgura hoos maanta khibrad kuu dhimaanay wax ku dhowday statinkii maanta wax kuu dhimanin ma jirto khibrad dagaal jinoosha waxa loo soo martay maanta waddanka ka saar bilhadda taas waa taa mucaaradkana waxaan leeyahay mucaaradu jeesalana waxaan idinka la idin furay oo rada idinka la idin furay maantana rag baa loo furay maantana rag baa loo furay sagaal baa diyaara oo soo maray tirjilinkii soo maray oo taagan ceelka korkiisa taagan oo soo gal garoonkii de maanta xisbiga urur ka soo bixi waaya madaxweynada gaari maayo xisbiga urur ka soo bixi waaya muxuu madaxweynuhu tigsanaya kana ka aqbali maayo toba soo dambe sug madaxweynaha sug doorashada idinku gala doorashada xisbigii cariiq ahaa wuu soo bixi saaxadna wuu iman xisbigii cariiq ahaa wuu soo bixi saaxadna wuu iman habaha ororina heel baa lagu maran ka baxa waxaas sagaalkana way gelayaan maliba maanta waxaa ku jira darafyadii
maanta ugu fiican tahay ee darafyada ay soo galeen tartankii waxa weeye waa Soomaaliland oo dhan weeye maxaa la idinka aqbali maayo gali maayaan sababtoo ah maanta darafyada baa ku jira waa Soomaaliland oo kaamil ah weeye Soomaaliland oo kaamil ah yaan waxaan leeyahay doorashada gala xisbigii cariiq ahaa wuu soo bixi Faisal xikay waxaan sayay waxaan leeyahay Faisal xikay waxaan leeyahay Faisal oo dhow jir baa adan murqacatay aad murqacatay hadaa doosi ugu cudey soo baxdo deegaankiina waxa jira rag khatar oo ucud soo saari kara adiguna anaga noo soo fariisto muddo gaaban noo soo fariisto xusuusba ha soo baxay rag u sii daa kale rag kale u sii daayo xusuusba soo saara waxaan leeyahay saaxiibkayaan Faisal oo baasha marba inta laga buuxo garoonka la fariistaa dibadda oo halka laga daawada taas waa taas waxaan leeyahay waa saaxiibkay Faisal waxaan kaloo qodob oranaya guurti waan ka mid ahay guurti hal baa seegtay waxaa seegay in kulasiimadii udub ay u sameeyeen oo kale ay u sameeyaan kulmiyana oo ahayd inta doosha ku dhacayso ku qasoomayso ayuunba atii muddadiinu mid kale waxa uu tahay guurti u taala mid kale guurti u taala guurta waxa u taala arrin kale oo muhiim ah waxa weeye xeerkii madax dhaqameedka waxaan leenahay madax dhaqameed fara badan qof wal oo mas'uul oo wadankan joogay xeer buu leeyahay aniga aan ka tagay meesha xeer bay qabanayaan leeyahay xeer sigiis xeer masiistu way qabanayaan oo leeyahay oo wixii aan ku kaco arkay jiidayay qolada kaliya ee aan lahayn xeer ilaa maanta si fiican wax weeye waa madax dhaqameedka oo iguna ka hadlaya meel walba ka hadlaya meel walba xeerkaas wuxuu yaalla guutu yaalla guutu waxay u leedahay gaar nabadda dhaqanka iyo diinta idinkoo la kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha dabcan waxa leedahay gud hoosaad arrimaha gudaha ah ka iyo daaxiligu arrimaha gudaha isla kaashadaan hal la sameeyay xeerkii xakameynayay madax dhaqameedka iyagana lagu gala joojin lahaa ma aha nuur bas ka hadlo waxaan taagu jeedaa shacabka Soomaaliland waxay doorteen 28 nin bay doorteen oo matalaya oo wakiilo ya fadhiya maxaan u doorinaynaa wakiilada haddii nuurba hadlayo nuurba haddu hadlayo maxaan doorinaynaa mar sidii noo sameysan noo meel shiiq la soo ururiyay oo dabada madaxweyne ka doorano sitiidii islaamka labisadka waxaa loo sameeyay inay ummad la matalaan waa ummadii oo meel lagu soo ururiyay ummadii oo meel lagu soo ururiyay weeyo weeyo qoladan wakiiladu lama aaminsan inta shaqadii laga qaaday caaqil ba hadlaya suudaan ba hadlaya nuur buu hadlaya oo maxaad u keensay ninkala doortay taasna waa mid qolada gudaha doorashooyinka yaa mid baan leeyahay kubaddii waxay taallaa miiskiina taalla xukuumad ma taallo mucaarad ma yaallo cid kale kubaddii waxay taallaa miiskiina miiskiina taallaa wixiina jaangooya idinka maanta xukaamtii u dhaxaysay ah waliba ka kooban xisbiyadii ka kooban dooda la xalwaag baahan yahay laba kaliya inay nabadgelyada wadanka sugto waa kow iyo inay kharashkii lagu galayay ay diyaar garaysan baa laga rabaa iyaga in leedahay madaxweynaha waxaan haysta iyo hebel baa waxaan haysta maaha maadaama la ansixiyay oo la dindaariyay oo halka hebseen idinka maanta xargii doorashada haya wixii wadanka ka xumaadana waa guud ee doorashada loo raacaya oo maxkamad lagu taagayay cid kale raacmay walaa madaxweyne xamse biixi walaa mucaarid walaa tin sajwal kenya sameeya dariiqiina toosan iyo waxa wax ku sargooynaysaan hawshida qabsada taana waxaan leeyahay waa guudida diiwaangelinta waxaan leeyahay qodob waxaan leeyahay golaha wakiilada qodob muhiim ah idin yaala horta shicib hoos shaqay inaad idiga matashaano ninka agtaad ka hadlayay reerkaaga war hadaan la meesha doortay aam sudhe talabaad hadii xeerkii lagu dooray guurtida ay meesha ka maqayoon muddo la sameen waayay kaas wuxuu yeelay golaha kale inay xeerkii sameeyaan ma aha daqad u dambaysay in la yiraahdo xeer ma laha waa imkaad ay imka sameeyaan golaha kale inay sameeyaan oo igu unkan kaas nin la leeyahay meesha ka kacdi xeer ku sameen maayo ka weyn golaha kale sameeyaan أحمد سيدك بريق الجديد يعني حسب ده معارضك وانتيرينو فيبر قامي صار
een kuwaasoo een qodobada ay ka mid ahaayeen in aan xukuumadda madaxweyne bixii een maalinta laga bilaabo 3 November aanay haba yaraatay inay aqoonsanayn bal hadda qodobadaas ay soo saareen mucaaradku iyaga maxaa kaga baxay taa waxa kaga baxay oo sadex waxa soorka ku yimaadeenba soorka madaxweyne waxa bedeli kara madaxweyne soo doortay golaha wakiilada waxa bedeli kara golaha soo doortay golaha deegaanka waxa bedeli kara golaha soo doortay bedeli kara أما اتحادين لو كردين با اتحادين لو كردين بحبو فردية يا إن لا ينتو مريم بحبو لك إمالي وحلا يا فراغ بشيري ما يقول وضبط كتير ما يقول انتين فردين قلوا وكلاض محالو 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 دي الرنواي بعد فردين فردين شاتوا سنوات وحلا سوقا يقول بدلة سوقا يقول بدلة واد سوريا وي واد سوريا أن ودبيتي أن لوان مجال هذا برأوا حقيقة بسومي شير سوقي بعدين بيتكم ده بلاه دي كسومالي لان أن شركة سبحة يكون قطبتي كسب بحاجة حكمي دها إن أنا هبي أراتي واحد دورشة إن أنا كل عدوني دي جنود ده هتينا دورشة ده ملحق تويدا إن سوهرين وليجا إن قطبتي أسي شركة كسب بحاجة يجا نبل خبر قطبتي أسو ما فينا شركة برعو دي بيل بقى بسطي ده شر واحد لا هاي واحد كده يسوي سمع لنا واحد ملحقين أد كل نقطة كرتان وإذنكو كوا سوق هذا إنا كل شيء دورسان ده كرسي حد كرسي هذا دون أيو آرام بيل هذا حقلين ده بكي صوت هرمس بكي صوت هرمس نقول حاصل هذا لو حنا نسوي كذي ناي إننا كان ما أنت حسب الأوضة على مسان ده هو حبس مسين كل بس مي كل بس مي وأنا قام مثلا أنا ما أخذ بس الفري حي بقى بقول لي وحنا يلا هاي تاس كده يو ما أنت حسب الأوضة لي ده تاجر بده بولي ده أنت هذا هذي أو أري كان ماسك اللي قاوم هذا كرسي هذا كرسي ودين له دون إنسان وحول قلا وده كرد ولا 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 ليه عندك مال قار أقول لي مشبت هذا أنا صح ببرات بربان لا ده ما قصدنا ودين لدقة ولا لدقة بيقول عليه يجنا تا كاستغفر الله استو سيد نك عدي وطن وسوا سار لهذين بيرها كلانا تقول حق الله أن حسبي كلمية أن لو أنا سكون أش أن لوحة وشقي إن أنا وياها بيرتها أن حسبي هذا معارضك أنا وح حقوقها أنا كلها هنقرنها أن بره ده أن أريتها سي سي كل مقطها أرض حسبي حسبي حكم مشرو وحلا حسبي حسبي وحيل كرا مشرو صبرا لنا صبر وشقي يا صد حسبي وشقي يا صد حسبي وقرن بكرة حقوق ده وح كذي قوكا سالادي ستوركا الى شران صدح حسبي قرن الى شران اي شيء حسبي حسبي كلام محكم كرو حسبي حسبي كلام وقتنا وين اللي هي وانا حسبي انا مكسوس على بكي بدلان اي بي حقوق حقوق هلابس مثل انا كان ومباري انا كان ربا ودي عن كويدي بحال كتب كل شيء انا كان مو هاي بلي ارين كل مية كوديس او غوان كل مية كوديس قف سوت شذي لكن خالك كوا حسن يبقى اللي إيه إنك مش كهذا لي لكن جدو بكانوا أنا أنا وأنا باري شخصيا وأصلا أنا قلت والله يا رب سوى حسبي أورن كرا حقوق بالهدين حسب حسب كلا ما كنت أنا ما قلي وأنا وأنا باري ما كان باري جدو حسب يا بنتي اللي هذا لي أرن كقف سوت شذي هكذا كم قاعدين ما كنت أصلا وثالث وحوي سيدا دبا ده حسبي حسبي محكم كرو حسبي كنا وحسبي قرانو دستوري وي حقوق حسبية قربان لومي كرتا حقوق حسبية واحد لومي كرتا مركا تايم بين ليهين تايم بين ليهين ولو حد يدي ميكا تايا ذن أضر وقت قاس شهادة داس وقت بين لهين حقوقي ما بيدعين ما بيدعين ها ما تا ذن دعوية وان لاي هذا اللي يسوي لكن يقوي حد يدي يقوي حد يدي لو يقوي حد يدي ديسمبر 2000 وسأقول كي هوري يصلح تصل لهم بقى أي 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 قلي كتر سعود حقوقه ذي بالله ما يصح وح تام حم تها حم فلي أنا لومين من لما يسوه مركا كرس مركا شهادة صدق هذا حسبك الله زيه أبي الله يسامح كفرحي إيه الكاجاس حبت هذا يقرب هذا
ولسودك أبك ذهب شيل سياد سفدود لعجو قدرته مرك أدلسودك تو أبليكيشن كذهب شيل إعد لعك دريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقول رأي إعد لعك دريسو عن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هول فضي دي هاجة مالية ديت السلام عليكم السلام عليكم وحنو جعل الله يود الشركين أقوي سحانيد هو أقلاني إنترنت ضعيف وقتي نفي عن إني كجع يارو دل بإنترنت كفاية بركو أهمد حوار بدن أسكو حلين لما دال بدن كرا 818 سعد نو بحب ناتو واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها